النصوص. الحسن الوزنتي يقول إن هذه الشعوب الخمسة المنقسمة إلى مئات سلالات وآلاف المساكن تستعمل لغة واحدة تطلق عليها اسم ولامازيغ، كلام الأمازيغي ولا كلام الأمازيغ أو الكلام النبيل، بينما يسميها العرب البربرية. شكون تيسميها البربرية؟ العرب. حنا تنسميوها ولامازيغ الكلام النبيل، لأن الأمازيغي هو الإنسان الحر. العرب تيقول لك يسميها العرب البربرية. احنا ما كناش تنطلقوا على انفسنا البربر. والشعوب الاخرى بما فيهم الرومان وغيرهم كانوا تيطلقوا لنا بلاد المور، اللي احنا اصلا كنا تنطلقوا على انفسنا. من اطلق علينا البربر هم العرب.